فيلسوف مسلم اشتهر بإتقان العلوم الحكمية، وكانت له مهارة في صناعة الطب. ولد في مدينة فاراب، وكان ببغداد مدة، ثم انتقل إلى سوريا وتجول بين البلدان، وعاد إلى مدينة دمشق واستقر بها إلى حين وفاته. يعود له الفضل في إدخال مفهوم الفراغ إلى علم الفيزياء، وتأثر به ابن سينا وابن رشد، ووضع عدة مصنفات، وكان أشهرها كتاب حصر فيه أنواع وأصناف العلوم، ويحمل هذا الكتاب إحصاء العلوم. سمي المعلم الثاني نسبة للمعلم الأول أرسطو، وقد آثر حياة الزهد والتقشف، فلم يتزوج ولم يقتني مالا. ومن أشهر كتبه آراء المدينة الفاضلة، وكتاب الموسيقى الكبير. يذكر معظم المؤرخين أنه توفي بدمشق في شهر رجب سنة 339 للهجرة. هو الفارابي.